بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحة 118 من كتاب المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي. قسم مكون من 37 تلميذا هوايتهم الرياضة كالتالي: 10 يفضلون كرة القدم، و7 يفضلون كرة اليد، و5 يفضلون رياضة التنس، بينما البقية يحبون السباحة. استعين بالمعطيات أعلاه وأكمل الرسم المبياني جانبه. إذن هذا الرسم يتكون من عدد الأطفال والرياضات المفضلة. بالنسبة لكرة القدم يفضلها 10 تلاميذ، بالنسبة لكرة اليد يفضلها 7 تلاميذ، بالنسبة لرياضة التنس يفضلها 5، يعني 5 هنا، بالنسبة للسياحة سوف نأخذ يعني مجموع التلاميذ 37 ونطرح منها مجموع التلاميذ الذين يفضلون كرة القدم وكرة اليد ورياضة التنس. إذا 10 زائد 7 17، 17 زائد 5 22. سبعة ناقص اثنان خمسة، ثلاثة ناقص اثنان واحد. إذن عدد التلاميذ الذين يفضلون السباحة 15. عدد التلاميذ الذين يفضلون السباحة 15 تلميذا. إذا 15 هنا، إذا 10 زائد 7 17 زائد 5 22 زائد 15 يساوي 37، الذي هو مجموع التلاميذ. ألاحظ الجدول وأحدد معامل التناسب ثم أكمل. إذا لدينا الأعداد في السطر الأول 30 50، في السطر الثاني 10 5 4 2. إذا من خلال هذين العددين نستطيع أن نحدد معامل تناسب. 50 مقسوم على 10 يساوي 5، إذا 5 هو معامل تناسب، أو 10 مضروب في كم يعطي 50، إذا 10 في 5 يساوي 50، إذا 5 هو معامل التناسب. إذا لننتقل من السطر الثاني إلى السطر الأول نضرب في 5، ولننتقل من السطر الثاني إلى السطر الأول نقسم على 5. إذا 2 في 5 يساوي 10، 4 في 5 يساوي 20، 5 في 5 يساوي 25، 10 في 5 50، هنا 30 مقسوم على 5 6، و 6 في 5 يساوي 30. ننتقل إلى الجدول الثاني. لدينا الأعداد 3 4 6 9، سطر الثاني 6 8 10 20. إذا من خلال هذين العددين نستطيع أن نحدد معامل التناسب. إذا 9 في 2 يساوي 18، أو 18 مقسوم على 9 يساوي 2، إذا 2 هو معامل التناسب. لننتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني نضرب في 2،
ولننتقل من السطر الثاني إلى السطر الأول نقسم على 2، إذن 3 في 2 يساوي 6، 4 في 2 يساوي 8، 6 في 2 يساوي 12، 20 مقسوم على 2 يساوي 10، 10 في 2 يساوي 20. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.